قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورة وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا أصدقائي أرجو الانتباه دقيقة واحدة، لدي وجهة نظر أرغب في طرحها عليكم. ماذا لو طلبنا من المعلم صالح أن يخصص حصة اليوم لمراجعة الدروس السابقة وأن لا تكمل واجلس مكانه. هل تريد أن يترك المعلم آخر درس في المنهج الدراسي ويبدأ في المراجعة من أول درس فقط من أجلك؟ إنه لم يكمل حديثه، ربما لديه حكمة في ذلك. إيه، لقد مللنا هذا الكلام. عندما نقوم بمراجعة الدروس السابقة سوف يسهل علينا فهم الدرس الأخير وتخصيص وقت للعب. أعتقد أنك يجب أن تشرح ما تقوله بالكتابة على السبورة حتى يستطيع الجميع فهم وجهة نظرك العبقرية الفذة الخرافية. سامي، هذا الأسلوب لا يليق وأنت تسخر بشكل مبالغ فيه. هل من المنطقي أن نبدأ في مراجعة المنهج وقد بقي لنا درس واحد فقط وننهي المنهج كله؟ ألا تريد هذا؟ أريد أن أفهم. لا أريد أن أفهم. ما هذا؟ ما شأني؟ أجري غاضبة منكم. يا إلهي، ألا تفهم؟ أعتذر على التأخير، ولكنني بينما كنت أقف بجوار النافذة سمعت ما يدور داخل الفصل. خالد أراد طرح وجهة نظره، سامي على صواب في رأيه، ولكنه أفسد الأمر بعدم احترامه لآداب الحديث والحوار، وهكذا يكون المخطئ هو سامي. أنا؟ يا سامي، عندما يتحدث إليك شخص آخر استمع للحديث ولا تسخر من أي شخص يتكلم ولا من كلامه، ولذا يجب عليك الاعتذار لخالد. أوه حسنا، آسف. اليوم سوف ننهي المنهج ونشرح الدرس الأخير، والحصة القادمة مراجعة. الدرس الأخير آداب الحوار. ترى من منكم يستطيع أن يحدثنا عن آداب الحوار؟ أعتقد أنني أفضل من يتحدث عن هذا الموضوع. هيا